طب حضرتك كده يعني قولي لنا ازاي قدرتي تبقي مسؤولة لوحدك، او تبقي مسؤولة عن فكرة ان جوزك سابك ولوحدك واقفة بتربي ولادك لوحدك، ممكن تحكي لي ازاي؟ حضرتك والله يا ربنا المستعان، انا طول عمري شقيانه طول عمري، يعني انا خدت على ربنا كده، يديك الصحة. وانا بنت برضه كنت شايله مسؤوليه اخواتي وكده، وابويا كان مريض، فانا رحت اتجوزت نفس الحظ ونفس البخت فانا الحمد لله ربيت عيالي فعلمتهم وجوزتهم ومبسوطين وزي الفل، ومعايا ابني جامعه خريج جامعه ربنا يسهل له هيخطب ان شاء الله، ومعايا عيلة آخر عيلة بتلعب في الدوري في نادي الترسانة، بتلعب هاند بول، آخر عيلة عندي هي جوزتي أولى كام ثانوي. بنت؟ أنا جوزت التلاتة وجهزتهم، جوزتهم تعليم وجهاز وكله، فأنا معايا دلوقتي آخر حاجة معايا أحمد إن شاء الله يعتبر خاطب وخلص جامعة من 2019، ومعايا منا أصغر حاجة منا أولى ثانوي السنة دي وبتلعب في الدوري كمان الممتاز. ازاي اشتغلت على نفسك في فكرة انك تعدي؟ اشتغلت اول حاجه كنت ببيع واشتري، ابيع ليمون ابيع خضار ابيع عيش، يعني انا معروفه. طبعا الشغل مش عيب، لا 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 ما فيش اهم حاجه حاجة عيب، ما فيش الكفاح. حاجه، انا بعت عيش يعني فرشات عيش عندي كذا فرش عيش، تعبت من البيع والشراء، ربنا خصص لنا ناس حلوه معايا دخلوني نادي الترسانه، ناس كده مستشارين، ناس كويسه، ناس بتخدم، قالوا لي العيش خلاص ما بقاش يعني ساعات الدنيا غلو كده، دخلوني لقيت نفسي جايني جواب من وانا قاعده في فرشي، جاني جواب اللي انت شغاله من امبارح في نادي الترسانه، خشيت نادي الترسانه. طب حضرتك انا حد مقدم لي هنا المستشار فلان فلان فلان، قال لي اتفضلي انت شغاله من النهارده، انت حضرتك تمضي، الكلام ده من 2013، حضرتك تمضي وتروحي تتفرجي على الماتش، كان عندي في ماتش الشواكيش ايام ما كان نادي الترسانه نادي الترسانه، قال لي تروحي كده انت وابنك، كان معايا ابن صغير، تروحي تتفرجي على الماتش واعتبري نفسك اللي انت شغاله من النهارده، وامضي وروحي لغايه بكره نظبط هتنزلي فين.